مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو أعلن عن اعتماد 219 مليون و600 ألف جنيه ل 305 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية وصل ل 4800 رأس. وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لأطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد القرش متحدث باسم وزارة الزراعة اللي موجود معنا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك دكتور محمد، ومنورنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية حابة أعرف من حضرتك بعض التفاصيل، يعني حتى الآن إجمالي ما تم تمويله المشروع القومي اللي بتلو وصل لحد الآن لكام تقريبا؟ الأول صباح الخير على حضرتك أستاذ جمانة وأستاذ شاذلي. إحنا الحقيقة هذا المشروع تم تطويره بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، وحجم التمويل كان مخصص له زمان كنا بنتكلم في حوالي 100 مليون ولا 200 مليون، النهارده احنا وصلنا حجم تمويلات بهذا المشروع 8 مليار 263 مليون جنيه للمستفيدين. طبعا ده رقم مهم جدا ورقم بيعكس قد ايه في اهتمام من الدوله بتمويل المزارعين ورفع قدراتهم الانتاجيه، لان احنا لما بنمول هذا المشروع ده احنا بنخلق فرصه عمل حقيقيه للشباب في الريف المصري. طيب هل هذا المشروع يا فندم موجود في كل محافظات الجمهورية؟ طبعا يا شيخ، هذا المشروع بيغطي كل محافظات الجمهورية، هذا المشروع موجود في كل الأنحاء ويقدر أي حد يتواصل معنا بكل سهولة ويقدر ياخد التمويل. احنا بندي التمويل على شقين، شق لشراء الرؤوس وشق آخر لتوفير التغذية اللازمة لهذه الرؤوس. طيب يا فندم برضو بما ان حضرتك معانا خلينا نستغل وجودك معانا ونعرف الساده المشاهدين، لو في حد حابب يشترك في هذه المبادره هل في شروط معينه ازاي يقدر يتقدم؟ هو اهم حاجه يكون عنده الاتاحه او عنده المكان اللي يساعد على تربيه هذه الرؤوس، وهو بمجرد ما بيقدم الطلب بتنزل لجان فنيه من عندنا وبيبداوا يدرسوا الموقف، وبالتنسيق مع الجهات التمويليه بيتم تمويل الشخص او تمويل الفرد المتقدم، واحنا طبعا بندي اولويه لعدد من الفئات زي الشباب الذي لا يجد فرص عمل عشان نخلق له فرصه عمل، او المراه المعيله، او يعني الافراد اللي هم بيكونوا لهم حاجه اكثر لتنفيذ مثل هذا المشروع، وطبعا كمان بندي اولويه لصغار المربيين. عظيم جدا، هذا المشروع بكل تاكيد مهم وليه انعكاساته على شقين مهمين جدا، لو هنتكلم عن دعم صغار المربين وهنتكلم عنه بالتفصيل، لكن دلوقتي عايزين نتكلم عن تأثير هذا المشروع على توفير اللحوم الحمراء. يعني هذا المشروع كان له أثر مباشر على توفير اللحوم الحمراء، طبعًا إحنا بنتكلم على أكثر من 500,000 رأس جديدة تم إضافتها للعملية الإنتاجية، طبعًا ده أمر مهم جدًا لأن نتيجة التمويلات دي زودنا أعداد الرؤوس حوالي 500,000 رأس تقريبًا 498,000 رأس. ده أمر. النقطة الثانية إن طبعًا لما بيكون عندي فرصة في زيادة الإنتاج أو توفير التربية والعجلات اللي هتساعد عملية التربية، طبعا هذه العجلات لو كانت ذبحت وهي صغيرة في الوزن ده كان يعتبر إهدار، لأن احنا الرأس الماشية اللي بيتم تربيتها بتتكلم في حوالي 4 أو 5 أضعاف اللحم، كمية اللحم اللي كانت ممكن ترب اللي بناخده منها بيزيد. مكسب كبير قوي للمربي بالمناسبة. تربيتها خلال مشروع البتلو، يعني رأس البتلو دي بتبقى حوالي 80 كيلو مثلا 100 كيلو. شوف هجيب لحمه دي تلاقي تقريبا ما فيش تصافي، لكن اذا احنا غذيناها وربيناها وصلت الوزن المثالي عمليه الذبح اللي بنظام قرار الوزير اللي هو 400 كيلو، فاحنا بنتكلم تقريبا في 4 أو 5 اضعاف الوزن، اضافه لنسبه التصافي كمان بتكون افضل. طب لو هنتكلم يا فندم عن مبادره البنك المركزي بمنح قروض للمربين عن طريق البنك الزراعي المصري. طبعا يعني الحقيقه احنا بنتكلم على عدد من الادوات وعدد الآليات اللي من خلالها احنا هدفنا ان احنا نحسن من دخل المزارع والمربي الصغير، وخصوصا قطاع الزراعه الحقيقه بحظى باهتمام واولويه كبيره داخل الدوله المصريه، هذا القطاع اللي بيشهد طفرات متتاليه، وعلشان نقدر نحقق فيه نجاحات فاحنا بنساهم بعمليه التمويل، وكل تمويلات الزراعه الحقيقه داخله ضمن المبادرات اللي بتحصل على يعني فايده منخفضة، وده بيخدم المربيين والمنتجين لتحقيق زيادة في العملية الإنتاجية الخاصة بهم وتعظيم إنتاجهم وتحقيق مزيد من العائد. طيب هل أنا بدي رأس المشاية كده وأسيبه ولا بفضل أتابع
الشخص اللي بيحصل على رأس المشية عشان يحصل على أعلى إنتاجية؟ هل بيكون في مثلا متابعة خاصة بالعلاج، بالحصول على لقاحات، تطعيمات ضد أمراض معينة؟ احنا مش بس بنتابع، احنا بنعمل تأمين لرأس المشية اللي بيتم تمويلها، علشان خاطر لو لا قدر الله حصل أي ظرف أو أي عارض يؤثر على إنتاج هذا الرأس أو يؤثر على ربحية المربي، بيتم تعويض من خلال صندوق التأمين على المشية. الحاجة الثانية إن كمان عندنا القوافل البيطرية بتنزل بتحط هذه الرؤوس في الأولوية، كمان عملية الترقيم والتسجيل اللي بتحدث فيها، وده بيخلي عملية المتابعة تكون أسهل، وإن احنا نقدر نديلها التحسينات وبرامج التحسينات اللازمة بشكل أسهل وأسرع. فالحقيقة بيكون في متابعة مستمرة، إضافة لأن كمان اللجان الفنية بتنزل، لجان فنية مشتركة من الطب البيطري والمقاطعات المستشفى الحيوانية والسكنة، بنزل بشكل مستمر لمتابعة هذه الرؤوس والتأكد من سلامتها والتأكد من سلامة المعاملات اللي بيتم تطبيقها. طيب هو التأمين بيكون فقط على قلة الإنتاجية ولا في تأمين على حاجة تانية؟ احنا بنأمن على كل رأس ماشية بيتم توفيرها. طيب خلينا نعرف برضو من حضرتك أهم المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل المستفيدين من هذه المبادرة يا فندم حتى الآن. طبعا لا، يعني والحمد لله احنا شايفين اهتمام كبير، رفعت نسبة التمويل بشكل كبير، احنا بنتكلم في أكثر من 8 مليار جنيه بيتم تخصيصهم لهذا المشروع، وده بالتالي بيعكس قد ايه حجم الاهتمام. فالحقيقة طبعا احنا بنحاول نتلافى أي مشاكل، وطبعا بننسق مع السادة المربيين بشكل مستمر. وعدد المستفيدين قد ايه كمان دلوقتي يا فندم؟ وصل نعم؟ وعدد المستفيدين وصل لكام دلوقتي؟ احنا بنتكلم في أكثر من 60,000 مستفيد تقريبا بيستفيدوا من هذا المشروع، تحديدا 43,000 مستفيد بيستفيدوا من هذا المشروع، وده يعني عدد كبير الحقيقه طبعا، وده بينعكس بشكل مباشر على دخلهم وعلى تحسين ثروتهم وكمان توفير الامن الغذائي لمواطن مصر اللي هو الاولويه الحقيقيه. طيب اخيرا برضو احب اعرف من حضرتك، نوضح للساده المشاهدين يعني حسب المتابعه اللي حضرتك كنت تتحدث عنها من بدايه استفاده الشباب او المواطنين من هذه المبادره، ازاي بيتم التعامل بقى ان كان مع الالبان او مع اللحوم، ايه اللي بيحصل؟ يعني هو الاول بيتم طبعا تقديم الطلب، بيتم معاينه المكان، بعد كده بيتم تحديد عدد الرؤوس المناسب لهذا المكان، بعد كده بيتم توفير التمويل اللازم لشراء هذه الرؤوس، بيتم شرائها. طبعا بيبقى فيه متابعه من خلال قطاع المستشفى الحيوانية والدجاجنة، وايضا بيتم توفير تمويل لشراء الاعلاف، بيتم متابعات دوريه لشراء الاعلاف. طبعا على الجانب الاخر احنا في انشاء مراكز تجميع الالبان، ودي بتقوم بتسويق منتجات الالبان اللي بتنتج عن هذه الرؤوس علشان نضمن عملية التسويق للمربي. وعلى الجانب الآخر احنا كمان بنقوم بتنفيذ الحملات القوافل البيطرية، وكمان بينزل صندوق التأمين على المشية بيقوم بعملية ترقيم لهذه الرؤوس بمجرد شرائها. هذه الرؤوس لو لا قدر الله يعني تعرضت لأي مخاطر بتأثر على الرأس دي بيتم تعويضها من خلال هذا الصندوق. كمان احنا عندنا التحصينات الأساسية والسيادية اللي بيتم توفيرها بشكل مستمر للرؤوس الماشيه، بيتم توفيرها هذه الرؤوس اللي بيتم تحصينها عشان تتجنب او نرفع مناعتها ونرفع كفاءتها الانتاجيه علشان تواجه اي امراض ممكن تحدث ليها. كل ده في سبيل ان احنا يكون في دائما تعظيم لانتاج المربي وتعظيم طبعا لإنتاج كل ده. يعني اقصد يا فندم من سؤالي انه بيتم تصريف هذه المنتجات من خلال كمان حضراتكم، يعني حتى المربي بيستفيد من هذه المبادره زي ما حضرتك قلت، دوره التربيه ان كان للماشيه او حتى الثروه الدجاجنه، وبعد كده بيتم تصريف هذه المنتجات من خلالكم. طبعا من خلال احنا عندنا مراكز تجميع الالبان، احنا انشانا مجموعه كبيره من مراكز تجميع الالبان وطورناها. هذه المراكز كل مركز احنا قمنا بتطويره وبنديله شهاده اسمها شهاده الهسب، ودي شهاده دوليه، ودي بتعتبر كشهاده بتؤكد صحه وسلامه المعاملات داخل هذا المركز، ودي بالتالي بتسمح له بفرص تسويقيه افضل وفرص تصديريه كمان اذا كان متاح. فبالتالي هذه المراكز بتقوم بالتعاقد مع الساده المنتجين او الساده المربين اللي حصلوا على المشروع او اللي موجودين في نطاق المركز، وبيقوموا بتسويق او شراء الالبان بشكل دوري من المربين على طول. تهيل، نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد القرشه، متحدث رسمي باسم وزاره الزراعه، شكرا لحضرتك يا فندم.